حياتنا مليئة باللحظات السعيدة، وسؤالنا اليوم: ما هي أسعد لحظة في حياتك؟ ابقوا معنا لنتعرف معا على هذه اللحظات. أحلى لحظة في حياتي لما رجع أخويا من السفر بعد غياب 4 سنين. أحلى لحظة في حياتي هي طبعاً فرح التوجيه بعد انتظار طويل يعني. أحلى لحظة في حياتي يوم نجاحي بالثانوية العامة قبل 35 سنة في 1982، جبت 70%، قسم علمي. وأحلى لحظة دخول الجامعة وأنا بسجل فيها. أحلى لحظة في حياتي اللي هي لما روحت أنا من السجن من الأسر، قاعد 16 سنة سجن، وأنا للأمانة لما شفت أبناء شعبي أخواننا والشباب وأطفالنا للأمانة انبسطت، ولما شفت شريال الحياة مرتي انبسطت، وأخواني كمان أخواني وذولا للأمانة انبسطت كتير. هي هذا أحلى لحظة في حياتي بعد 16 سنة. لما سافرت مصر رحت عشان الساق، ورحت عطلة ستار ولعبنا بالثلج. يوم ما ابني خلص الثانوية العامة قلت له: يا بابا قديش بتجيب معدل؟ كان كاتب على المصلية اللي بيصلي عليها بجيب 90 لـ91. قلت له: الحمد لله منيح يا بابا، جهز نفسي للحلو وللشغلات هذه، وأفرح يعني أشوف ليوم أفرح فيه، ما شفناش يوم نفرح فيه إلا معدله طلع 94.6. فبصراحة يعني هيك ما صدقتش، انصدمت، وناس بلغوني بهذا المعدل قبل ما تطلع النتيجة. كانت يوم يعني مش طبيعي، وأهلي فرحوا وإحنا فرحنا والحمد. أحلى لحظة بحياتي كانت عندما استلمت ضنايا وبنتي من أهل من زوجتي عندما تم الانفصال. 8 سنوات، 6 سنوات لم أراها ولم أعرفها. هي كثير في لحظات وأشياء جميلة بتمر في البني آدم، بس أنا بالنسبة لي أكثر لحظة وأحلى وكانت فرحة إلي لما جت لي المولودة الأولى البكر بنتي.